Non, mazel, mazel. Voilà. Je pense que c'est bon. On peut commencer. السلام عليكم. اليوم ان شاء الله من بعد سنه من انتهاء الموسم الاول لطريق النجاح كنجي اليوم باسمي وباسم طاقم التقني اللي خدام معايا اللي هو غير انا. دونك كنعلن عن انطلاق طبيعه الحال انطلاق وي دونك كنعلن عن انطلاق الموسم الثاني من طريق النجاح. الجديد اللي جات به لا سيزون الثانيه هو ان بطريق النجاح ما بقاش غير برنامج عادي اليوتيوب بل ولا واحد المنظومه اللي هو ان بروغرام داكومبانيمون اللي كيعاونك وكيوجهك من ا حتى لزيد انطلاقا من انواع الفيديوهات. يعني لي فيديو تقسموا الفقرات هاد الفقرات يكونوا على شكل دي بلاي ليست وهما بالضبط اربعه. الفقره الاولى هي مدرسه النجاح ولي فيديو اللي داخلين في هاد لا كاتيجوري سون دي فيديو اللي كينميو سوفت سكيلز او المهارات الذاتيه. هاد المهارات يقدروا يكونوا فن الالقاء، فن الخطابه، المهارات القياديه وغيرها. بالاضافه لتنميه المهارات الذاتيه فهاد لا كاتيجوري غادي نطرقوا لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف اللي هي بناء واحد المايند سيت او واحد العقليه ناجحه. باسكو التعريف اللي متفقين عليه بزاف الناس بالنجاح هو 99% اتيتود. يعني خص يكون عندي زاتيتود دو كيلكان كي فو ريوسير بور ريوسير. لا دوزيام كاتيجوري ديال الفيديو سميتها ترين يور برين او تريني بدماغك. قلت دماغك وماشي عقلك حيت غندويو على لاسبي سيانتيفيك او لو فيزيك ديال الدماغ. غندويو على لي سيلول لي موسكل وبزاف د الحوايج. يعني غادي نستعملو اخر ما توصلت ليه لا نورولوجي او علم الاعصاب فهم الدماغ الانسان هكذا نعرفو كومون سا فونكسيون وكيفاش ممكن نستغلوه باحسن الطرق. الفقره الثالثه هي واحد الكاتيجوري لي اسي سبيسيال سميتها سبيك موتيفيشن. علاش هاد لا كاتيجوري؟ اللي خصك تعرف ان في لو سوكسي لي صعيب فيه ماشي انك توصل ولكن مش انك تبقى غادي في لو ميم ريتم في لو ميم نيفو وبتيت بيان تزيد القدام. دونك هاد لا كاتيجوري دارت على قبل ديك اللحظات اللي كتعيا فيهم كيتقاد الجهد فريمون تو بو بلو على قبل اللحظات اللي كيجيوك لحد بالليل بيرسونيلمون جوني سوفير. دونك سكي فو فير هو انك تمشي ديك لا بلاي ليست تلونسيها دير دي زيكوتور تو فيرم تي زيو وبخير. نون سولمون غاتحس براسك بخير ولكن غيكون عندك لينيرجي باش تبدا تا سومين كوم يلفو وتكون بروديكتيف. لا كاتيجوري الاخرى اللي هي اوبورتونيتيز. هاد لا كاتيجوري ولا هاد لا بلاي ليست غتلقى فيها مجموعه ديال الفرص او مجموعه ديال لي بوسيبيليتي باش انك دوز ستاج دوز فورماسيون تشارك فرشات او ندوات او لا كاريمون تلقى خدمه ان بو بارتو في المغرب او لا برا. قبل ما نسالي الفيديو بغيت نتكلم على واحد النقطه مهمه اللي هو ان طريق النجاح عنده واحد لا كوميونيتي ديالو اللي سميتها تشينج ميكرز او لا صناع تغيير. افراد ديال المجموعه هذه كيتمتعوا بعده صلاحيات من بينهم كل سيمانه عندهم على الاقل اون سول فيديو اكسبليكاتيف ديال واحد لوبورتونيتي برا. يعني ديك الفيديو غتكون فيه اكسبليكاسيون من ا حتى لزيد لي زيتاب اللي خصك دوز منهم باش انك تشارك داك البروغرام. كيقدروا يتميزوا بدي بروغرام داكومبانيمون زعما كل واحد على حسب الشخصيه ديالو على حسب الميولات ديالو كي زعما كيستافد من واحد التوجيه وعده زعما صلاحيات اخرين. Je vais pas tarder encore plus à l'aide du détail. Alors, si tu veux savoir, rakina had la vidéo en description et que tu saches. Et là, c'est de la communauté qui fait tous les membres, etc. Plus de détails. En tout cas, la vidéo sera à la fin d'hier. Maintenant, sache que tu partages, parce qu'il me suffit de rien qui suffit, ou tu abonnes, parce que c'est le plus important. Peace.